مكون في تخصص علوم التربية، خاصة التكوين المتعلقة بمربيات الحضانة التعليم الأولي. احنا في إطار فعاليات تربوية التي تخص الاستعداد للدخول المدرسي، واللي شرفت على تأطيرها وتنظيمها دار النشر دار المسار بالتنسيق مع جمعية الريان للتنمية الاجتماعية والرياضة بمنطقة الرحمة. فعلا هذا اللقاء نظم تحت شعار سنة دراسية جديدة بنفسية جديدة، وتناولنا فيه أربعة ديال المحاور الأساسية اللي هي الاستعداد النفسي والتربوي للسيدات مربيات الدخول المدرسي الجديد 2023-2024، وكذلك تناولنا فيه ما يتعلق بكيفية يعني تطوير النموذج البيداغوجي في إطار تنزيل الإطار المنهجي الجديد المتعلق بتعميم وتطوير أقسام التعليم الأولي الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية. كذلك حاولنا أننا نعطيه منهجية عمل تربوي جديدة اللي ناقشنا فيها المفهوم ديال تقنيات التنشيط والبيداغوجية الفارقية، كذلك مفهوم المصاحبة التربوية للأطفال وتعزيز عملية المكتسبات التعليمية التعلمية عند الأطفال في مرحلة ما قبل التمدرس باعتماد عملية التكرار، وكذلك ما يتعلق بتقويم السلوكات وتعزيزها ومعالجتها عند الطفل، خاصة عند الدخول المدرسي، لأننا كما كنعرفوا كيقدوا نكتشف السيدة المربية كتكتشف مجموعة من الحالات الأطفال اللي كتكون عندهم واحد البكائية الخجل الخوف خاصة في هذا الدخول المدرسي. بالتالي لابد من مجموعة من الأنشطة التربوية اللي كتوظفها في مرحلة اللي كيتخدم عليها في الأسبوع الأول والثاني اللي كنسميوها حنايا يعني مرحلة الاستئناس والتكيف.